ومعانا سلمى. ازيك يا سلمى؟ بسم الله. كيف فاطمة؟ اهلا وسهلا. ازيك عاملة ايه؟ الله يخليكي. الله يكرمك. لو سمحتي، انا عندي كمية من الفاصوليا وعايزة اخزنها، وجربت كذا طريقة وكلهم فاشلين. الفاصوليا الخضراء؟ ايوة. تمام. جربت ان انا اشوحها واشيلها، طلعت وحشة. جربت ان انا احطها في مية بتغلي واحطها في مية ساعة، طلعت وحشة برضه. ليه وحشة ليه بقى؟ لما باجي اطبخها بلاقيها حاجه مهريه كده مسلوقه، وتبقى وحشه قوي. بس هو بصي يعني الافضل انك انت بتنزليها في ميه مغليه وما تطوليش عليها النار، يعني يا دوبك تنزل يا دوبك تخرجيها في ميه متلجه. تمام. انا عايزه بس ورق الفويل يا جماعه. يعني تنزل ميه مغليه تنزليها فيها يا دوبك الميه تقلب كده، ما تسيبيهاش مده، وبعد كده تصفيها وتنزليها في ميه بتلج، توقفي عمليه التسويه وتصفيها كويس جدا من ميه، ما تخليش فيها ميه خالص، عشان لو فيها ميه هيبقى فيها تلج والتلج هيخليها تتهري. لازم تنشف كويس من الميه وتبداي تحطيها في اكياس على قد الاكله وتحفظيها في الفريزر. ويا ريت ما نطولش على الخضار اللي في الفريزر، لانه فعلا مع طول المده بتحسي ان هو ملوش طعم وملوش لازمه، مختلف شكلا وموضوعا يعني. تمام.